جمع أوتلة الرياض وهو أكبر تجمع العلامات التجارية العالمية، والمميز أنه هيئة الترفيه أتاحت الفرصة للمواهب الشبابية المحلية وأيضا أصحاب المشاريع ورواد الأعمال أنهم يشاركوا جنبا إلى جنب في هذه العلامات. عموما زميلنا مبارك الكويكبي نقل لنا مشاركات محلية في أوتلة الرياض واللي تكلموا عن هذه الفرصة والدعم، نتابع. حياكم الله مشاهدينا في أوتلة الرياض وبالتحديد في منطقة سنيك ميل. مش اللي موجود فقط أحذية اليوم هنا، هاي الترفيه أيضا كانت الأولى في دعم الشباب السعودي. خلينا نشوف المشاريع الموجودة عندنا هنا اليوم. احنا عندنا سيلفي وورد، تصوير باي بينت لايتنج، وعندنا البينت فيسز اللي هو باي جوكر والرابنزل والديفلز. ده كله سيلفي وورد فكرتها جدا بسيطه، عندك ناس ما يحبوا وجههم يبان بس نفسهم يتصوروا بالاشياء الفانكي حقت الشباب، فتلاقي زي ما الصوره نفسها بتكون مغبشه ما هي باينه مع اللايتنجز مع الاضاءه، في مطلع لهم الديفلز حقتهم مثلا مع الشباب يجوا جروب. فهي فكرة ان احنا بنخلي كل الفرنس والعوائل يتصوروا بصورة وهم مرتاحين وبنسلمهم الصورة في نفس الوقت. القصة بدأت والله كذا كشخص حاب ستايلي، يعني قبل لا اسوي دريد لوك كانت مسوي البريد، فجاء شخص كذا حاب ستايلي وقال لي نفسي يكون عندي نفس الستايل هذا، وقلت خليني اجرب ان انا اسوي له نفس الستايل هذا ممكن ينبسط، فجربت ان اسوي له وجربت طلع مره حاجه كويسه، وهذه اول مره ان انا اسويها. من بعدها حسيت انه انا مره كويس في مجال الشعر، فقلت خليني ابدا بهذا المجال. فعرض لي فكره انه في صالون جديد حاب انه يكون عنده ستايلات افريقيه، فقال لي عرض لي الفكره انه تعال اشتغل معنا وكذا، فرحت اشتغلت معهم وكان يعني المساحه كانت مره كبيره انه انا اقدر اتعلم اشياء مره كثيره في هذا المجال. المكان مستوحى من الثقافة البريطانية البسيطة، تطلع من ملعب تخش ملعب كرة سلة ثاني، تطلع من بوث تخش بوث ثاني على طول. أولا أشكر هيئة الترفيه لدعمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، أتاحت الفرصة لكثير من المشاريع سواء داخل المملكة وخارجها. طبعا حنا عبارة عن 5 أشخاص جميعنا شباب سعوديين، بدأنا المشروع هذا تقريبا قبل سنة. في البداية أحب أشكر هيئة الترفيه على كل الدعم والتمكين لأصحاب البراندات السعودية، صراحة ما قصروا معنا، وأحب أشكر برضو روتانا على دعمهم الدائم لنا. أول شيء حنا أرتا كونسبت ستور، كملنا سنة حاليا في السوق، بدوا معانا روتانا خليجية وكانوا أول الداعمين. بنفس الوقت هذا أكتوبر العام الماضي جونا وزارونا وغطوا لنا الستور بحي الربيع. الحمد لله اليوم احنا مشاركين تحت دعم هيئة الترفيه في إيفنت سنيك مي مع انترناشنال براندز. أكيد احنا كشباب سعوديين فخورين ان نشارك في إيفنت زي هذا.